نشرة الأخبار المفصلة من الميادين، السلام عليكم وإلى العناوين. واشنطن تدخل في أسوأ شلل حكومي منذ سنوات بعد رفض الكونغرس ميزانية مجلس النواب. نتنياهو يطالب بتجديد العقوبات على إيران، وأوباما يعطي أولوية للدبلوماسية من دون استبعاد الخيار العسكري في حال الفشل. فإن الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار قيادته. المعلم يربط الحل السياسي بوقف الممارسات العدائية ويقول إن الشعب السوري وحده المخول اختيار قيادته. 13 تفجيرا إرهابيا في بغداد توقع أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح غداة هجمات مماثلة في إربيل. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الشلل الحكومي بعدما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مشروع قانون مالي جديد تبناه مجلس النواب. البيت الأبيض أمر الوكالات الفيدرالية الأمريكية ببدء تنفيذ آلية وقف نشاطاتها، وأصدر مذكرة تدعو الوكالات إلى تنفيذ خطط تعطيل نشاطاتها على نحو منتظم فورا في ظل غياب الأموال. تقرير رولا بحصون. الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في شلل حكومي هو الأسوأ لها منذ سنوات طويلة، هي النتيجة الحتمية والمتوقعة لإعلان الكونغرس الأمريكي رفضه لمشروع القانون المالي الجديد الذي تبناه مجلس النواب. التعديلات التي وضعها الجمهوريون على مشروعهم الجديد لم تقنع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين 54، فجاء اعتراضهم ليسقطه بفارق 27 صوتا وليزيد من هوة الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين. الرئيس الأمريكي باراك أوباما استبق السجال بين مجلس النواب والكونغرس بإعلانه رفض الخضوع للجمهوريين، محذرا من عواقب شل الدولة الفيدرالية على الأمريكيين. فليكن الأمر واضحا، إصلاح الضمان الصحي سوف يستمر تطبيقه مهما كان قرار الكونغرس، وحتى في حال إغلاق الخدمات الحكومية. الأمريكيون أرسلونا إلى هنا كي نحكم، وأقول للمعترضين لن تحصلوا على فدية بحجة قيامكم عملكم. النتيجة الأولى لفشل التصويت هي دخول 800 ألف موظف فيدرالي من أصل أكثر من 2 مليون في عطلة قصرية من دون رواتب ولفترة غير محددة، مع عدم وجود ضمانات لتعويضهم بأثر رجعي إذا ما جرى التوصل لحل للأزمة، إضافة إلى إغلاق أجزاء كبيرة من مصالح الحكومة الفيدرالية الأمريكية أبوابها أمام المواطنين الأمريكيين للمرة الأولى منذ 17 عاما. وتبقى الإشارة إلى أن هذه الأزمة المالية لن تكون الوحيدة التي ستواجه الحكومة الأمريكية، ففي 17 من تشرين الأول أكتوبر المقبل تنتهي سلطة وزارة الخزانة الأمريكية في اقتراض الأموال لتمويل التزامات الديون، ما لم يوافق الكونغرس على رفع ما يعرف بسقف الديون الأمريكية. وعلى خط آخر، كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث موضوع التقارب الأمريكي الإيراني الذي شهدته أروقة الأمم المتحدة. وفيما شدد نتنياهو على ضرورة تفكيك إيران لبرنامجها النووي العسكري، طمأنه أوباما إلى أن واشنطن ستتشاور عن كثب مع إسرائيل، إلا أن الأولوية للخيار الدبلوماسي من دون استبعاد الخيار العسكري في حال الفشل. عمر كايد. لم يحمل لقاء باراك أوباما وبنيامين نتنياهو أي توافق حقيقي بين الرجلين. مواقف الطرفين بقيت على حالها بالرغم من تبادل الابتسامات ومحاولة الجانبين إطفاء أجواء من الارتياح على اللقاء. نتنياهو حمل هواجس تل أبيب وربما تذمرها من التقارب الإيراني الأمريكي، حاول الضغط على أوباما لتشديد العقوبات على طهران وعدم تخفيفها.
لم يستبعد رئيس الحكومة اليمني أيضا خيار الضربة العسكرية الاستباقية لإيران. إيران ملتزمة بتدمير إسرائيل ويجب إرغامها على تفكيك برنامجها النووي العسكري بالكامل. يجب تشديد العقوبات على إيران في حال استمرار برنامجها النووي خلال فترة المفاوضات. صحيفة يديعوت أحرانوت ذكرت أن نتنياهو حاول إقناع أوباما برسم خطوط حمراء لإيران، لكن الأخير وبالرغم من سعيه لطمأنة نتنياهو رفض هذا الطرح، وأكد أن الخيار الآن هو خيار الدبلوماسية دون ما استبعاد للخيارات الأخرى بما فيها العسكرية إذا فشلت الحلول الناعمة. نحن نسعى لاختبار مبادرات روحاني، أي شيء نفعله سيتطلب أعلى معايير التحقق لكي يتسنى لنا تقديم ذلك النوع من تخفيف العقوبات الذي أعتقد أنهم يتطلعون إليه. الملف الإيراني لم يكن وحده المطروح على جدول اللقاء. أوباما أكد على دور واشنطن في تسهيل سير المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية بغية تحقيق حل دولتين، فيما أبدى ارتياحه من القرار الأممي القاضي بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا. الانفراج الذي طرأ على العلاقات الإيرانية الأمريكية والروسية الأمريكية انعكس أيضا على الأزمة السورية، فقد حدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أسس المرحلة المقبلة من وجهة نظر السلطة السورية. ومن على منبر الأمم المتحدة قال المعلم: إن أردتم حلا سياسيا فأوقفوا الإرهاب والتدخلات، مؤكدا أن الشعب السوري هو الذي يختار قادته. لأن الشعوب هي التي تقرر مصيرها، فإن الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار قيادته وممثليه ومستقبله وشكل دولته التي تتسع لكل فئات وأطياف الشعب السوري، وتبقى صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة هي الحل الوحيد لمعرفة خيارات الشعب السوري في تقرير مستقبله بعيدا عن الضغوط الإرهابية والإملاءات الأجنبية. وزير الخارجية السوري رأى أن أي تقدم للحل السياسي في سوريا يبدأ من وقف السياسات العدوانية ضد بلاده. السيد الرئيس، إن وقف السياسات العدوانية تجاه سوريا هو أول الطريق الصحيح للحل في بلادي، فأي كلام عن حل سياسي في ظل استمرار دعم الإرهاب تسليحا وتمويلا وتدريبا هو مجرد وهم وتضليل. إن من يريد حلا سياسيا في سوريا، خاصة وأن سوريا أعلنت مرارا وتكرارا أنها مع الحل السياسي، من يريد حلا سياسيا يجب أن يتوقف عن كل الممارسات والسياسات العدائية ضد سوريا وليتجه إلى جنيف دون شروط. المعلم عاد مجددا إلى ملف الأسلحة الكيميائية محملا الدول الغربية المسؤولية عن عرقلة طلب سوريا إخلاء منطقة الشرق الأوسط منها. نحن من تعرض للقصف بالغازات السامة في خان العسل، ونحن من طلبنا لجنة التحقيق وطالبنا أن يكون ضمن صلاحياتها تحديد من قام باستخدام السلاح الكيميائي. والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فرنسا وبريطانيا هم من عرقل ذلك وأصروا حينها على حصر مهام اللجنة بتحديد استخدام الكيميائي من عدمه فقط. انتظرت سوريا 5 أشهر لحضور اللجنة، وعندما حضرت تم سحبها قبل إنجاز عملها في وقت بدأت فيه دول بقرع طبول الحرب على سوريا. اليوم يبدأ خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهمتهم في سوريا. يأتي هذا في وقت غادر فيه محققو الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية دمشق بعدما أنهوا مهمتهم التي شملت التحقيق في استخدامات محتملة للأسلحة الكيميائية في 7 مواقع. وكان الفريق قد أعلن أنه سيعد تقريرا شاملا يأمل أن يكون جاهزا بحلول نهاية الشهر الحالي.
ميدانيا اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة في منطقة السخنة في طريق حمص دير الزور. وفي الحسكة فجر انتحاري نفسه أمام مقر فرع حزب البعث، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 5 من عناصر الحراسة. وفي محيط قرية تل أبيض في الرقة دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات الحماية الكردية وجبهة النصرة، بينما شهدت مدينة الرقة استنفارا لمسلح داعش التي سيرت دوريات بكثافة في الشوارع. أما في ريف دمشق فقد سقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة على حاجز للجيش السوري في بلدة جديدة الشيباني في وادي بردة. من جديد أهلا بكم إلى العراق، حيث موجة الإرهاب ارتفعت وتيرتها مع انفجار 13 سيارة مفخخة في العاصمة بغداد ومحيطها. الانفجارات أدت إلى سقوط نحو 60 قتيلا و 150 جريحا. عبد الله بدران. لم يكن شرق بغداد أكثر هدوءا من غربها. العاصمة اهتزت بموجة سيارات مفخخة وبالتزامن، وخارطة توزيع التفجيرات أصابت محيط بغداد ووسطها، الكاظمية وسبع البور والشعلة والطوبشي شمال غرب العاصمة، الصدر وبغداد الجديدة والبلديات والشعب على طول حدودها الشرقية، البياع والشرطة الرابعة غربها، والحصيلة عشرات القتلى وأضعافهم جرحى. واحنا كل العراقيين مستهدفين، لا مستهدفة طائفة، لا مستهدف مذهب، لا مستهدف تيار، لا مستهدف حزب، المستهدف العراقي. سلسلة الهجمات تأتي في ضوء إجراءات أمنية في محافظات ذي قار وبابل والديوانية جنوب العراق، تفجيرات تطال المدنيين وعوائل تفقد أبنائها وسير حياتها واستقرارها. أعمالنا تعبت، أشغالنا تعبت، وإحنا قاعدين ليل أشغال. عمليات التفجير حسب الخبراء تتزامن مع استمرار عمليات أمنية في مناطق حزام بغداد ضمن عملية ثأر الشهداء المستمرة، عمليات تلاحق أساسا عناصر القاعدة الهاربين من سجني التاجي وأبو غريب. واحدة من الصفحات التي يختبر بها الإرهاب قدرة الحكومة على التصدي لمثل هكذا تفجيرات. الضحايا كثيرون، التفجيرات واضح أنها تفجيرات متسلسلة ومخطط لها، الظاهر هنالك خلايا نائمة في الكثير من مناطق بغداد. مأساة تأبى أن تفارق البيوتات العراقية، وحزن يبحث العراقيون عن ساعة زواله. ويبدو أن التغييرات على صعيد الخطط والقادة في العراق لم تثمر حتى الآن في وقف عجلة الإرهاب، ما يفرض على الساسة تفعيل دورهم الأمني والسياسي. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. في فلسطين المحتلة، أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أكد استشهاد فلسطيني في قصف مدفعي على منطقة الباشا شمال قطاع غزة. وقالت المصادر الإسرائيلية إن قوة عسكرية أطلقت النار باتجاه فلسطينيين اثنين اقتربا من السلك الحدودي فقتلت أحدهما واعتقلت الآخر. مصادر محلية فلسطينية أفادت أن القصف المدفعي رافقه إطلاق نار مكثف وتحرك للآليات العسكرية في المنطقة وإطلاق قنابل مضيئة في السماء. في لقاء نادر التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره السوداني علي كارتي من دون أن يبحث معه عمليات قمع التظاهرات في السودان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب إن الاجتماع عقد بغياب الصحفيين ولم يكن طويلا، مضيفة إن الوزيرين تحدثا عن أهمية السلام بين السودان وجنوب السودان وعن ضرورة وضع حد للنزاعات الدائرة في دارفور والنيل الأزرق وكردفان. وفي السودان استمرت الاحتجاجات لليوم الثامن، واستخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في أم درمان. الحكومة السودانية قالت إن 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع من الاحتجاجات. وبينما يقدر نشطاء حقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين عدد القتلى بما يقارب 150، تحدث وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد عن 34 قتيلا، وقال إن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين، مشككا في صور الضحايا التي جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
أنا يا أخوانا شفتها الفيسبوك والواتساب، الصور اللي جابوها للقتلى صور من مصر، ويتحدى أي زول يقول صور ما من مصر، صور من مصر. وللمعلومية أغلب الناس البلغ عن وفياتهم في أمدرمان، لكن هو قال في مشرحة الخرطوم، مش كده؟ الناس شافوا كان في مشرحة الخرطوم، حكاية مدبلجة يعني معروفة. أفاد مراسل الميادين أن قوات الجيش والعمليات الخاصة المصرية دهمت منطقة السلخانة بالعياط في محافظة الجيزة لملاحقة المسلحين من المنطقة، وأشار إلى أن 12 مجموعة قتالية تشارك في هذه العملية. وفي شمال سيناء ألقت أجهزة الأمن القبض على القيادي في جماعة التوحيد والجهاد حمدان أبو شيتا، أحد المتهمين بخطف الجنود السبعة في مارس آذار الماضي. وفي القاهرة قال وزير الآثار المصري محمد إبراهيم إن القطع الأثرية التي سرقت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي تفوق القطع التي سرقت من الآثار منذ إنشاء قانون اليونسكو عام 1970. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه السلطات المصرية إلى إعادة تنشيط حضورها السياحي. ضمن جهود الدولة المصرية لاستعادة آثارها المنهوبة في الداخل والخارج، جاء قرار وزير الآثار المصري محمد إبراهيم بإبلاغ جهاز الانتربول عن أكثر من 2000 قطعة أثرية ظهرت في متاحف ومعارض الدول الأجنبية، كما أبلغت منظمة اليونسكو بها حتى يكون هناك إمكان لاستعادتها بسهولة. أي قطعة أثر بتظهر في أي صالة مزادات التي نراقبها 24 ساعة يوميا بيتم التعامل معها عن طريق اتصال بالإنتربول وسفارتنا في هذه الدولة لإيقاف التعامل على هذه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداده. جهود الدولة لم تقتصر على استعادة الآثار المنهوبة فقط، بل شملت العمل على ترميم ما أتلف من آثار تعرضت للتدمير عقب ثورة 25 من يناير، حيث أقيم معرض في المتحف المصري لعرض ما تم الانتهاء من ترميمه تحت اسم تدمير وترميم. اكتشفنا ان 54 قطعة المفروض انهم تم سرقتهم، بس تم رجوع اغلبيتهم. اللي تم ترميمهم 25 قطعة اللي موجودين بالمعرض حاليا. تم طبعا توزيعهم، كان في اجزاء من اثار منهم بتاخد وقت فترة طويلة، يعني ممكن توصل لست شهور في الترميم على حسب حالتها، وفي حاجات عوامل التلف فيها بسيطة تم ترميمها على طول. تحركات وزارة الآثار هذه تأتي ضمن خطة للدولة تشمل أيضا وزارة السياحة لإعادة معدلات السياحة إلى طبيعتها. سعي مصر لاستعادة تراثها الحضاري المنهوب في الداخل والخارج خطوة على الرغم من إيجابيتها، إلا أنها في نظر خبراء لا تؤتي جدواها ما لم يسيطر أمنيا على جميع النقاط الأثرية الموجودة في البلاد. محمد العارف، القاهرة، الميادين. استعاد الجيش اليمني السيطرة على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بعد ساعات من سيطرة عناصر القاعدة عليه، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين. انتحاري كان قد فجر سيارة يقودها عند مدخل المقر قبل أن يقتحمه عشرات المسلحين ويسيطروا عليه، وقد احتجزوا عددا من الموظفين أو الضباط بينهم قائد المنطقة. في مالي أكد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مسؤوليته عن تفجير استهدف ثكنة للجيش المالي بمدينة تمبكتو. التنظيم قال في بيان له إن العملية نفذها مقاتلان يتبعان إمارة الصحراء بسيارة تحمل طنا من المتفجرات. وأشار البيان إلى أن التفجير أدى إلى سقوط 16 قتيلا في صفوف القوات المالية وإلى تدمير عدد من العربات العسكرية. في تونس قال الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي إن الحوار الوطني سينطلق خلال الأسبوع الجاري. العباسي لم يعطي موعدا محددا لانطلاق الحوار، لكنه دعا كل الأطراف من حكومة ومعارضة إلى تجنب التصريحات التي لا تساعد على الذهاب إلى الحوار الوطني. وكانت الأطراف الراعية للحوار قد جددت دعوتها إلى تجاوز الخلافات والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف.
والآن إلى الصحف وعناوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع غادي غنطول. صباح الخير يا غادي. صباح الخير فتون. شكرا. صباح الخير مجددا مشاهدينا. العلاقات الإيرانية الأمريكية والانفجارات الأخيرة التي ضربت العاصمة العراقية بغداد موضوعان بارزان في بعض الصحف العربية الصادرة اليوم. نبدأ جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط السعودية. موافقة غربية مشروطة لمشاركة إيران في جنيف 2. الحرس الثوري ينتقد قبول روحاني الاتصال مع أوباما. بعد أربيل 14 سيارة مفخخة تضرب بغداد، كتلة النجيفي تهدد بكشف معرقلي قانون الانتخابات. القاعدة تستولي على المنطقة العسكرية الثانية في اليمن، قتلت 3 جنود واحتجزت رهائن. إلى الصحف اللبنانية وأبرز ما جاء في عناوين صحيفة الأخبار. العقبة الإسرائيلية إيران أمريكا، إسرائيل تلاحق أشباحا في سماء فلسطين، والمستقبل يكسر إرادة سليمان. إلى صحيفة البيان الإماراتية، روحاني يعزز رسائل الانفتاح والحرس ينتقد. الرئيس الإيراني يبحث الطيران المباشر إلى أمريكا ويقبل دعوة سعودية للحج. البحرين تطالب بإنهاء احتلال جزر الإمارات وأوباما يؤكد حذره مع طهران. بدء نزع الكيماوي السوري، الجيش الحر يضرب قصر تشرين ويفاوض النظام. 45 قتيلا في انفجار 13 سيارة في بغداد. إلى الوطن السورية، النصرة تحشد للسيطرة على كيميائي السفيرة شرق حلب والجيش بالمرصاد. تفجير انتحاري في ريف دمشق، وهون الإرهاب يستهدف حديقة تشرين وسفارة الصين. المعلم الحل السياسي وهم مع استمرار دعم الإرهاب، أكد أمام الجمعية العامة أن الشعب هو المخول الوحيد في اختيار قيادته. موسكو تطالب الغرب بالضغط على المعارضة لعدم عرقلة اتفاق الكيميائي، والخبراء يصلون دمشق اليوم، وباريس تعلن مشاركة دول أوروبية في جنيف 2. إلى صحيفة الجمهورية المصرية، تصفية البؤر الإجرامية والإرهابية والتكفيرية، العمليات العسكرية مستمرة في سيناء. أهالي الضبعة سلموا أرض المفاعل النووية. وأخيرا إلى أبرز ما جاء في صحيفة البلاد الجزائرية، المرابطون خطط لعمليات انتحارية وسط تظاهرات البطالين. مصادر أمنية رفيعة تكشف للبلاد تفاصيل سيناريو إرهابي أعده التنظيم. وبيان مجلس الوزراء يكرس الغموض حول الرئاسيات وتعديل الدستور. وبهذا العنوان نصل إلى الختام. نلقاكم في برنامج آخر طبعة. عودة إليك فتون. شكرا لك يا غدي.